طبعا من الحاجات اللي احزنتني انا ان محمد صلاح قيمته التسويقيه نزلت. اللي بيسالني محمد صلاح في هذا الموسم قيمته التسويقيه نزلت. على فكره انا دلوقتي دقائق اهو بفتح وهيبعتوا لي القيمه التسويقيه لصلاح. وصلت القيمه التسويقيه لصلاح. بسم الله ما شاء الله، رغم انها نزلت. استنى احولها لكم على الايباد عشان اعرض لكم الصور. المؤشر 85 مليون و600 الف يورو. محمد صلاح 85 مليون يورو و600 الف يورو. ولعلمك ال 600 قبل ال 85 عشان انا كبرت في دماغي. ال 600 الف يورو على الترابيزه قبل ال 85 الف يورو. لا ما يلزمناش. بس اهو محمد صلاح اهو. بص بدا سعره يصعد من 65 و700 الف يورو اهو. وصل كام بقى؟ تعال روح للمؤشر اهو. 85 الف يورو و600. وبيقول لك من المحتمل مستقبلا انه ينزل سعره ليصل ل 42 مليون يورو. 42 مليون يورو في المستقبل. السن والتحولات يا جماعه خلوا بالكم. بصوا المؤشرات والدقه، يعني شوف رميلك في المؤشرات الانديه اللي لعب فيها وازاي الكيرف بتاعه صعد بهذا الشكل. ازاي كيرفه صعد بهذا الشكل؟ بص ال 600 الف يورو، ال 600 الف يورو يتحطوا على الترابيزه قبل ال 85 مليون يورو. لا ما يلزمناش. اقول لك طبعا سر، جدد في ليفربول. عارف العرض اللي كان جاي له من السعوديه؟ من اتحاد من جده السعودي؟ من نادي جده السعودي. اتحاد جده كان جاي له عارف بكام؟ وصل الى 120 مليون يورو. خلي بالك ارجعوا، ممكن صلاح يكون السنه الجايه في السعوديه لانه ما رفضوش، ارجعوا. وكان ممكن يوصل ل 150 مليون يورو. خلي بالك حتى الاسعار على الفانتازي دلوقتي اتعمل ماركتنج اسعار اللعيبه العالميه على اللعبه العاب الفانتازي. خلي بالك خلي بالك من النقطه دي، الدنيا اختلفت تماما تماما تماما. يعني والله العظيم شغل الاخبار ده حلو قوي والله العظيم، والمعلومات بتبقى فيها سراء، فيها سراء وهناء وسناء وبهاء